إلى جانب اللعبة نفسها ونتائج المباريات، يعد المشجعون في كأس العالم عمودا من أعمدة البطولة الدولية. المشجعات تحديدا كنا هذه المرة السبب في أزمة لموقع جيتي إيمجز للصور، والذي اضطر إلى مسح ألبوم صور جمع فيه صورا لحسنوات المونديال بعد تلقيه انتقادات واسعة من مشجعات وجمعيات نسوية اعتبروا الأمر ذكوريا وانتقاصا من المرأة، وهو الأمر الذي دفع الموقع لمسح الصور وتقديم اعتذار، قال فيه إن هذا الألبوم يعارض سياسة وقيم الموقع، وأن هناك قصصا وصورا أهم بكثير للحديث عنها من كأس العالم. وفي مصر أيضا تسببت صورة لإحدى المشجعات بجدل على مواقع التواصل، حيث قامت صحيفة بنشر صورة لمشجعة عبر صفحتها على فيسبوك ووصفتها بالصاروخ، الأمر الذي أثار حفيظة بعض رواد مواقع التواصل ممن اعتبروا الوصف مسيئا وانتقدوا الصحيفة على المنشور. من وحي هذا الجدل المثار حول نشر صور المشجعات، أحببنا أن نعرف رأيكم مشاهدينا في هذا الموضوع، وسألناكم على تويتر عن رأيكم في تداول صور المشجعات في المونديال، طبعا على مواقع التواصل وفي وسائل الإعلام المختلفة. إجاباتكم جاءت كالتالي: 31% اعتبروا هذا الأمر تقديرا للجمال، 31% أيضا أو آخرين وجدوا هذا أمرا عاديا، أما 38% فاعتبروا الأمر إساءة للمرأة. إذن نسبة المجموعين الأولانيين يعني شايفين الموضوع عادي وتقدير للجمال أكثر من إساءة للمرأة. أعتقد الرجال أكثر الناس صوتوا، لكن على العموم التصويت مشاهدينا مستمر وبإمكانكم المشاركة فيه ومتابعة مقاطع البرنامج على الحساب الظاهر على الشاشة الآن. كوكيلا رفعت مصورة فوتوغرافية مصرية وثقت بكاميرتها مهرجانات مشجعي المنتخبات في روسيا، وخصت تفاعلكم بصور التقطتها من هناك، نتابع. كوكلا أرسلت لنا أيضا مقطعا نقلت فيه مشاهداتها من مهرجانات المشجعين في روسيا، نتابع. أنا كفرصتي مش بس كمشجعة بس كمصورة، كان عندي فرصة أن أنا مش بس أحضر الماتشات في الستاد، بس أن أنا أروح مهرجان المشجعين اللي احنا بنسميه الفان فاست. الفان فاست ده مكان كبير قوي بشاشات كبيرة جدا بتجمع كل المشجعين من كل أنحاء العالم، كل الناس من كل الأجناس لابسين طبعا الزي الرسمي بتاعهم، وقت الماتشات بيغنوا النشيد الوطني بتاعهم، وطبعا في حماس رهيب وفي إحساس وإيجابية رهيبة في المكان. ومش بس كده، المكان لامم الأطفال ولامم الكبار، والمزيد دي لما بتشتغل كل الناس بترقص مع بعض، كل الناس بتتصور مع بعض، فكان في طاقه ايجابيه في المكان، ودي الحاجه اللي انا كنت بحاول ان انا انقلها من خلال صوري، ان هي تبقى حاجه مبهجه، تبقى حاجه برضو ان انا اسجل الايموشنز والاحاسيس كلها اللي الواحد ممكن ينقلها من خلال الصور.